أكد منسق فريق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية أن المستشفيات في قطاع غزة خارج الخدمة مشيرا إلى أن المصابين ينتظرون ساعات أو أياماً لتلقي العلاج وقال منسق الصحة العالمية إن الأوضاع في مستشفيات غزة مزرية حيث ينتظر المرضى الموت بسبب نقص شديد في عدد الموظفين والإمدادات وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الخمسة التي قضاها في قطاع غزة شاهد يوميا في المستشفيات مصابين بحروق شديدة وكسور مضاعفة مفتوحة ينتظرون ساعات أو حتى أيام لتلقي العلاج لافتا إلى أنه تمكن من زيارة ستة مستشفيات من ستة عشر مستشفى عاملا في غزة من أصل ستة وثلاثين مركزا طبيا كان يعمل في القطاع قبل العدوان 对，感谢。谢谢 مع استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين حيث قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي ومدفعيته عددا من المناطق بمختلف انحاء القطاع في وسط قطاع غزه شن طيران الاحتلال غارات متفرقه على دير البلح ومخيمي المغازي والبريج مخلفا دمارا كبيرا في المنطقه عقب انسحابه الجزئي من المخيم كما شهدت مناطق في خان يونس جنوبي القطاع قصفا عنيفا للاحتلال على عدد من المربعات السكنية فضلا عن استهداف المواطنين المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم ومع اعترافه بسقوط العشرات من العسكريين في معارك غزة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية إنزال جوي للفرقة الثامنة والتسعين في خان يونس بالتزامن مع عمليات نقل الجرحى من مناطق المعارك في قطاع غزة في هذه الأثناء ذكرت الإذاعة الإسرائيلية ان عددا من جنود قوات الاحتياط بالجيش رافضوا المشاركه في القتال داخل قطاع غزه واضافت الاذاعه ان الجنود الرافضين للمشاركه في القتال تحدثوا عن ثغرات خطيره على مستوى التدريب في المقابل أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا وناقلات جند وقنص جنود إسرائيليين وقتل عدد آخر في اشتباكات مباشرة. على الصعيد الإنساني أكدت منظمة الصحة العالمية تدهور الأوضاع الصحية في مستشفيات غزة وخاصة في الشمال في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية وانخفاض مستوى وصول المساعدات الإنسانية إلى الشمال بسبب القيود المفروضة من الاحتلال على الوصول الإنساني وتحركات عمال الإغاثة. والعراقيل الامنيه ياتي ذلك فيما يفاقم انقطاع الاتصالات في مختلف انحاء القطاع الاوضاع الماساويه للفلسطينيين ويعرقل تنسيق عمليات الاغاثه ووصول طواقم الاسعاف الي المصابين والعالقين تحت الانقاض